زي ما احنا شايفين يا جماعة، ماسكين الجثث بتاعتهم وهيبدأوا يحرقوها. كنا بس عايزين نعرف اللي يعني في الاعتقاد الهندوسية اللي مراسم الجنازة بتبقى حتة الحرق دي، عشان زي ما احنا شايفين بيعتقدوا ان الروح بتطلع للسماء، واللي حررت النار ده المطهر للروح بعد المية، يعني في مية وبعد كده بيبقى في النار، ده بيبقى المطهر التاني. المدينة اللي اسمها فاراناسي دي مدينة بتبقى على ضفاف نهر الجنج في الهند، وطبعا النهر ده معروف اللي هو النهر المقدس. طبعا مجموعة من الأشخاص اللي حاملين الجثة دول بيغسلوها، وبعد ما بيغسلوها بيطهروها، وبعد كده بيسيبوها حوالي ساعة أو ساعتين على ما تنشف. طبعا كل ده قبل عملية الإيه؟ الحرق. طبعا لازم الجثة تتحرق بعد وفاتها يعني ب 24 ساعة، فزي ما انتم شايفين كده. طبعا الراجل، في واحد هيجي دلوقتي، ده بيبقى لابس ابيض، ده بيبقى احد، بيبقى واحد من قرايب الراجل المتوفى، هيظهر دلوقتي. طبعا بيبقى فيه يا جماعة طقوس دينية عندهم، وما بيحبوش او بيرفضوا اللي الستات تيجي تحضر. ايوه، الراجل اللي لابس ابيض اللي تحت ده اللي بيحضر الخشب وبيدهنه، ده بيبقى قريب المتوفي. الطقوس عندهم اللي هم ما بيجيبوش الستات يعني في الجنازه، عشان هم بيعيطوا وبيصوتوا وكده، وده بيفسد الروح العام والجو العام للجنازه. طبعا هو بيحضر، معرفش ده كريم ولا ده شمع ولا ده ايه، بحيث بيساعد على الاشتعال. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين، بالمناسبه يا جماعه، نهر الجنج ده من الانهار الملوثه جدا. طبعا ده اطول نهر في واشهر نهر في الهند، ملوث جدا طبعا. ليه بقى؟ عشان بعد ما الجثه بتتحرق بيرموا الرماد بتاعها اللي هم حارقينها دي. دي نقطة برضه يا جماعة، عشان نبقى عارفين ان الخشب اللي بيتحرق بيه الناس دي، الخشب ده درجات. يعني الفقير بيجيبوا له أرضى أنواع الخشب حتى في الحرق. وطبعا الغني بيجيبوا له أفضل الأنواع، بيجيبوا له خشب كتير، وكمان الخشب اللي هو بيبقى ذو رائحة يعني. فطبعا بالنسبة لهم الغني ده أهم يعني. طبعا الهندوس، هو يا جماعه بصوا زي ما انتم شايفين كده الخشب اهو ماسكه. بصوا يا جماعه، هو ده بقى قريب المتوفي، وهو بنفسه اللي بيبدا الحرق. يعني شعله النار اللي ماسكها دي هيبدا يحطها عند وش الراجل الميت زي ما احنا شايفين. طبعا يعني الواحد الحمد لله بيحمد ربنا على الاسلام. دي نقطه. زي ما انتم شايفين، بصوا يا جماعه، هيبدا بقى ياخدها الشعله ويحطها عند وشه. طب واحد يقول لي افرض انا واحد فقير، واحد فقير يعني معهوش اللي هو يجيب خشب كتير. بيفضلوا يسيبوا الجثه لغايه ما خلاص بقى يعني الخشب يخلص، وبعد كده يروحوا ايه راميين الباقي. اتحرقت بقى كلها، اتحرقت تلتينها، نصها. بصوا الراجل اللي بيلف ده، بيساعده قوي. طبعا هم بيقولوا طقوس كده هندونيسيه غريبه. بالمناسبه صحيح يا جماعه، ودي حته بيزنس بقى عندهم، ما كلها تجاره يعني. مفيش حد بيلمس الجثه غير مجموعه من الناس بيطلقوا عليها كلمه الدومس. وطبعا دول بيحققوا ثروه كبيره نتيجه الفلوس اللي بياخدوها. عشان ايه بقى؟ بيقول لهم محدش يلمس الجثه، عشان اللي يلمسها ده بيبقى فال مش حلو، اللي انت ممكن تموت. بصوا يا جماعه، بصوا بدأ يقربها اهو من وشه وهيثبتها هنا. هو عندهم الحرق بيبدأ من الوجه، والعياذ بالله يعني. طبعا بالمناسبه يا جماعه، الهندوس ما بيحرقوش، اللي هم الكهنه بتاعهم او رجال الدين بتوعهم ما بيحرقوهمش. والاطفال اللي اقل من سنتين دول بيدفنوهم عادي جدا في التوابيت. وعندهم فكرة اللصوص والناس اللي بتموت يعني منتحرة، بيحرقوهم كل حاجة، بس برضه عندهم اللي هم يعني من كتر ذنوبهم مش هيتطهروا يعني، هيفضلوا زي ما هم. بصوا يا جماعة، بيبدأ ينزع الايه؟ الملابس ولا الكفن ده. طبعا كل ده بيترمي،
ده كله بيبقى بركه في نفس النهر. وهيبدا بقى يجيب الخشب اللي انا قلت لكم بقى، يعني من الواضح الخشب ده أرضى الانواع يعني. اهو بصوا يا جماعه، بيجيب الخشب وبعد كده البتاع اللي عامل زي الحطب ده، وبيبدا هينضف من تحت الجثه دي ويبدا بقى ايه يولع. هو بص بيحوطوا من كل مكان. طبعا يا جماعه هسيب لكم باقي الفيديو تتفرجوا عليه، ومره تانية وثالثه وعشره نحمد ربنا على نعمه الاسلام، وكفى بها نعمه. السلام عليكم. Thank you.